لم تغب التعازي عن مدينة حلب حتى في عيد الفطر، يتبادلها المدنيون فيما بينهم عوضا عن التهاني منذ صباح أول أيام العيد، ما إعلان النظام لتهدئة مدتها 72 ساعة. خربت علينا يا ظالم! خرق النظام للتهدئة التي أعلنها بمحاولة حصار مناطق الثوار في حلب واستهداف المدينة وريفها بأكثر من 100 غارة جوية خلفت أكثر من 70 شهيدا، كل ذلك خلق ردود فعل دولية متفاوتة بمواقفها إزاء التهدئة. وزير الخارجية الأمريكي أبدى انزعاج حكومة بلاده بشأن قتل المدنيين رغم تراجع أعمال العنف خلال التهدئة المعلنة من قبل النظام على حد قوله. أما الخارجية الفرنسية فسارعت هي الأخرى ثالث أيام العيد لإدانة هجوم نظام الأسد وحلفائه على مناطق المعارضة من جهة طريق الكاستيلو في محاولة لفرض حصار عليها. ودعا المتحدث باسمها إلى احترام وقف الأعمال القتالية من كافة الأطراف. وفي الوقت الذي حذر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من محو سوريا من الخارطة نظرا للأوضاع التي تمر بها، أعرب نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فرحان حق عن قلقه إزاء الوضع في حلب، ولا سيما مع وجود 300 ألف مدني محاصر في الجزء الشرقي للمدينة بسبب المعارك التي يشهدها طريق الكاستيلو المخرج الوحيد للمدنيين من أحياء حلب. مساء أمس أتى مسؤولون روس ببيان كذب كل ما جاء على لسان المسؤولين الأمميين والمتحدثين باسم وزراء خارجية كبرى دول العالم، فلا شيء يحدث في حلب وليس هنالك أي حالة خرق للتهدئة المعلنة على حد قول المراقبين في مركز حميميم الذين تتخطى أنظارهم وأجهزة رصدهم أسوار المطار في ريف اللاذقية إلى طائراتهم التي تفتك بالمدنيين في حلب.